بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في الجزء السابع من الموضوع الثالث الخاص بالجيومتريك ديزاين. بعد ما أخذنا الجيومتريك ديزاين للهوريزونتال الاينمنت والجيومتريك ديزاين للفيرتيكال الاينمنت، بقى لنا الجزء الثالث وهو الكروس سكشن اليمنت. بالحقيقة الكروس سكشن اليمنت، ماذا نقصد بالكروس سكشن اليمنت؟ الكروس سكشن اليمنت إذا قطعنا الطريق بزاوية 90 عمودية على الطريق، شنو هي العناصر اللي راح نشوفهم بالطريق؟ هذه تمثل هي الإليمنت اللي كل جزء من عندها بمجموعة معايير وتصاميم حقيقة تفصيلية، وهذا التفصيل كلش واسع لا يمكن ضمه والإحاطة به بهاي الحقيقة بهذه السلايدات. فأنا أنصح بشدة إنه الأشخاص اللي يزودون معرفتهم يراجعون الأشتو الشابتر 4، وخاصة النسخة الأخيرة بدأت تحط تفاصيل كلش أكثر، نسخة 2018. على العموم مرت اللخ، إذا قطعنا الطريق يعني قطعناه بمقطع عمودي بزاوية 90 درجة، ماذا نرى بالطريق؟ إذا مثل ما نشوف يعني الشكل هذا اللي أمامنا، حقيقة المقاطع طبعا تختلف من الطرق يعني الخارجية الرورال عن المقاطع اللي تكون بالطرق الأيرمن أو السيب أيرمن، لكن بشكل عام احنا راح ناخذ أول شيء عندنا الترافل لين أو الكارج واي. الكارج واي هو المكان اللي تمشي به المركبات، وعادة يقسم على شكل لينات. كل لين هو هذا المسرب اللي بين الخطوط البيض، يمكن اخذناه بمحاضرة سابقة. ونشوف اكتاف الطريق الشولدر اللي هي المكان اللي وقوف المركبات بعد الترافل واي. راح نشوف السايد سلوب الانحدار الجانبي، واذا عندنا منطقة ايربن راح نشوف الكير الارصفة والكيربات. نشوف الجزرات الوسطية الميديان والميديان بارير يعني جدران الساندة اللي تصير بالوسط بالميديان بالجزر الوسطية، وأسيجة الحماية الجارد ريلز، وممكن نشوف الدرينج شانلز الدرينج ديتش منظومات البزل اللي نتخلص بهن بالمي من تكون المنظومة سطحية. بالحقيقة هذا الكروس سكشن ايمنت، هذه الأجزاء المختلفة راح نشوف احنا نحضرها بشكل تيبيكال في مقطع تيبيكال. وين يكون اكو تغيير قريب استدارة، مكان بتحريك للأعمدة الكروس سلوب يختلف، الطريق يصير بيه توسع، الطريق يصير بيه تضييق، الميديان تكبر، اي مكان تغيير بالطريق راح نجهزه. ولكن بالعادة كل 100 فوت كل ستيشن نجهز مقطع رسم كامل او بالمكانات اللي يصير بيها تغيير. خلينا نبدأ ناخذ واحد واحد بعض المعايير وبعض الأشياء التصميمية. ومرت اللي أركز إن التفاصيل الموجودة بكتب التصميم بكثرة، ومنها الهاي كباسيتي مانوال العراقي أو الأشتو. نبدأ بالترافل لينز، المسار بالحركة والبيفمنت. بالحقيقة احنا يعني شفنا هاي المسار بالحركة أخذناها انه اكو لها قيمة ستاندر، هي المكان اللي تشغل السيارة بشكل ستاندر شكل مريح هي ال 3.60 او ال 12 فوت. لكن هذا الرقم مو دائما نقدر نهيئه لسبب او لاخر، وخاصة بالمناطق الحضرية تكون مكلفة استملاكات لسبب او لاخر. فاللينات اقل من هذا الرقم ممكن نستخدمهن لكن بشروط. خلنا نجي، ممكن نعرضه يكون أكبر خاصة بالاستدارات، لأن هاي قضية الزحف قلنا الأوف تراكينج مات الويل الخلفي بالمركبات الخاصة الكبيرة، مضطرين احنا بالاستدارات شوية نسوي أعلى. نقلله ممكن يوصل إلى 9 أو 10 فوت بالحالات الاضطرارية، وهاي الحالات كالتالي: 9 فوت تستخدم من يكون عندي مكان يعني لو فوليوم ولو سبيد ومنطقة أو منطقة سكنية أقدر أستخدم 9 فوتات اللي هي 275 تقريبا أو 265. العشرة فوت لا، بس باللو سبيد. إذا إحنا نرجع ل 63 متى ما كانت ممكنة هي نستخدمها، إلا ما اضطرينا نستخدم الأرقام الأقل طبعا أكثر غير مرغوب بها إلا في الجسور والأنفاق.
لحد 4 أمتار ممكن نستخدمه على العموم. هذه البيمنت هذا اللين لازم يكون ب ميل جانبي، والميل الجانبي ينفذ طبعا لما نخلص من المي، وينفذ بطريقتين، اما كراون الطريق يكون بهالشكل، او كروس سلوب باتجاه واحد بهالشكل المي نخلص من عنده. طبعا الرسم شويه ب يعني ماخذ اكزاجريتد، نخلص المي بهالاتجاه او بهالاتجاه. على العموم الميل يكون عادة من السطوح غير نفاذة، نوعية البيمنت عندي عالية من 1.5 إلى 2%، ومن تكون لا السطوح يعني نفاذة مثل البلوك بيمنت، أي نوع البيمنت المختلفة، البيمنت الأرصفة المختلفة قد تصل حتى إلى 6%، والشولدرات نصل حتى 8%. هسه نشوفها عملية الوان سايد أو التو سايد. هذا الميل اللي نسويه، نخلي ببالنا أنه التكسير تجزيئي، يعني اللين القريب على السنتر نأخذ قيمة على سبيل المثال 1.5، اللين الثاني هذا نأخذ 2%. السبب كلش واضح، لأن كمية المية راح تجي على هذا اللين، على هذا اللين راح تكون هي مالته اللي المطر الساقط عليه زاد المطر اللي يجينا، فريد نخلص منها كمية أكثر، فكل ما نخرج الخارج الميل اللي ممكن نزوده ممكن هذا ننفذه. الحقيقة بالمكانات اللي أكو عندنا استدارات اللي راح نستخدم بها السوبر إليفيشن، لا قيمة السوبر إليفيشن تكون عالية عادة أكثر من 2. كنا إذا تذكرون بالتصاميم الهورزنتال كنا توصل حتى 12%، لكن بالوضع الطبيعي والحالات اللي يعني هاي نادرة 12%، بالعلات الأربعة والستة يعني بينها الأرقام خاصة بالمناطق الحضرية، وهذه الأرقام تكون كافية للتخلص من المي، ولازم من نتخلص من المي كود عندنا منظومات على الجانب واحد أو جانبين هي اللي تقرر، تخلينا نقرر ناخذ يعني ميل باتجاه واحد أو باتجاه. الإليمنت الثاني المهم اللي هو الشولدر، أكتاف الطريق. أكتاف الطريق هي المنطقة المجاورة، المنطقة المجاورة للطريق. هاي المنطقة المجاورة لها أهمية كلش عالية، سنشوف وين استخدامها، يعني أهمية وين الحالات الطارئة سنشوفها أو حالات مختلفة. هذه ممكن تكون بايفت أو ممكن تكون من الحصى، وعادة عرضها يكون من 2 فيت، من 60 سنتيم إلى 3.60 متر. طبعا حسب الطبوغرافية وحسب ما تسمح لنا، في مكانات مثل إذا نشوف هذه المنطقة ممكن يعني تكون مكلفة عملية تكسير الطريق والصخر، فبالتالي نستخدم كمية كلش قليلة، عرض كلش قليل، لكن بالمناطق إذا تسمح لنا لا نقدر نستخدم العرض اللي هو 3.60 متر. ويفضل لأغراض الأمان نعزل الشولدر عن الطريق رامبلينج، فد زجزاج ممكن يكون عبارة عن يعني تحفيرة بالطريق، أو ممكن تكون بالصبغ، هاي تستخدم بشكل واسع لأغراض الأمان، حتى السائق من تجي السيارة مالته تطلع يطلع صوت من عالي، وبالتالي ينتبه انه خرج عن الطريق وهو دخل منطقة الشولدر. على العموم مثل ما قلنا احنا نحتاج عادة المركبة من توقف نحتاج مسافة فراغ حتى المركبة المتحركة لا تضرب الباب مالتها من تنفتح، عادة هاي المسافة مسافة كلير اللي هي تمثل 2 فيت اللي هي 60 سنتيم على الأقل، فبالتالي هذه زائدا عرض المركبة، فشفنا يعني ال 12 كلش ممتازة، اي لكن في مكانات المضطرين ممكن من 6 إلى 8 هم نستخدمها. وين نستخدم؟ شنو هي فوائد الشولدرات؟ حقيقة الشولدرات ممكن تكون مخبأ للمركبات من اللي يوقف لسبب أو لآخر، عطال أي سبب للوقوف. أيضا هي buffer for accident recovery، تتهيئ لي مجال للمناورة تمنع حدوث الحادث، لأن عندي مجال لأخ من سيارة ضايق سيارة من أكو فراغ جانبي ممكن تساعدني بدون ما تسبب لي الحوادث، هي في المجال لمنع الحوادث. أيضا تزود الثقة السائق يعني بالأمان، السائق يكون عنده من يكون عنده أكو مجال يحس أنه يقدر يتجاوز حتى لو سيارة أجت عليه هو عنده مجال آخر، فتساعد أنه تساعد تكون
افضل ونزود الاعوان. اكيد السايد ديستانس لان هاي المنطقة راح تكون مجال للرؤية، أو هذه المنطقة راح تزودها لأن أنا من زودت شولدرات، هاي المناطق تزود تفيدني بالهوريزونتال كيرف تفيدني كسايد ديستانس. أكيد هي للحالات تزود لنا السعة، للحالات الطوارئ ممكن استخدامها للطريق، أيضا لأعمال الصيانة، بأعمال الصيانة كلش ممتازة، مكان نحرك به الآليات بدون ما نقطع الطريق ونأثر عليه. بالمناطق اللي بيها ثلوج هي مناطق للتجميع وتكديس الثلوج وإبعادها عن الطريق. أيضا الشولدرات توفر مكانات حتى نخلي بيها الجارد ريل، علامات المرورية، الإشارات، هاي كلها تكون مناسبة، تكون بعدها تكون مكان لها حماية. أيضا تفيدني بالدرينج، مكانات حتى تخلص من المي عن جسم الطريق، لأن هذا يسند لي أبعد المي أبعد ما يمكن عن الطريق، وهذا يفيدني كلش زايد. وأيضا هي تكون مناطق سبورت إنشائيا، من أنشئ فشي يسند لي الطريق نفسه، هذا راح تكون إسناد للطريق أحسن ما هذه المنطقة الكروس سلوب قبل يبدي هنا، فهي منطقة إسناد. هاي فوائد مجتمعة للشولدرات لا يمكن التنازل عنها قدر الإمكان استخدامها، وينصح خاصة المناطق الخارجية والشعوب الداخلية، وحتى يعني حسب الممكن. إيش قد الميل مال الشولدر؟ حقيقة ميل جانبي 7 أفقي إلى 1، أكثر من 7 إلى 1 يعني horizontal to vertical غير مرغوب به، لأن يسبب انقلاب المركبات. أكيد أكو يعني حسب نوع الشولدر، أكيد أكو قيم، مع القيم إذا بيتشوينيوس هي من 2 إلى 7 الميل بالمية، إذا جرافل من 4 إلى 6، ومن تراف من حشيش عندنا من 6 إلى 8، حتى طبعا هذه أغراض الدرينج. وأكيد بكل الأحوال لا تتجاوز 7 لـ1 حتى لا تنقلب المركبة. المعيار الأخ أو الإليمنت الأخ هو السايد سلوب. السايد سلوب هو الميل الجانبي للسداد الترابي بعملية القطع والدفن، وهذا الميل الجانبي هذه نقصد هذه المنطقة إيش قد الميل نسويها لأغراض الأمان، لأغراض الأمان لحركة المركبات وأمان للسداد نفسه حتى لا ينهار. بالأعم الأغلب من متى توفر عندنا يعني ميول ممكنة نضطر نستخدم الجدران الساندة ريتيرنج وول بمختلف أشكالها، إن شاء الله هذا الموضوع تأخذه بشكل تفصيلي بالمرحلة الرابعة من مادة الأسس، لكن هنا إشارة إليه. على العموم إحنا إذا منطقة تراب من نقطع أو دفن عندنا، عادة الميل من يسمح به أكثر من 3 إلى 1 أفقي، هذا مفضل للتشغيل وللأمان. ممكن نستخدم 4 إلى 1، هذا لأغراض يعني الأكسيدنت سيفتي، وممكن يكون 2 إلى 1، هذا يكون على مود تنمو الجريس. طبعا من قلنا 2 إلى 1 بعد خلص لازم نستخدم أسيجة حماية وجدران ساندة، لكن لنمو الحشائش ما تنمو بميل أكثر من إدامتها أكثر من 2 إلى 1. وبالترب من تكون رخوة مثل التربة الرملية الأغراض الإنشائية مو أقل من 6 إلى 1 حتى نتجاوز هذه الأرقام، يعني تكون أكثر من هذه الأرقام اللي أخذناها، سبب أنه يعني أريد نسند المنشأ بدون ما يسبب لنا مشاكل إنشائية. بالحقيقة أكو جداول، إحنا ما نسوي كل الميل قطعة واحدة، كل ارتفاع معين أكو يعني جداول محددة، مثل هذا الجدول يعطيني يقول لي من 0 إلى 4 فوتات تكون 6 إلى 1 حسب نوع التضاريس، من تكون level أو rolling terrain، ومن تكون منطقة جبلية أو moderate slope، نقدر نستخدم هذه الأرقام لكل ارتفاع. بالحقيقة احنا عندنا بالمواصفة العراقية نبدأ بالسلوب من الأسفل، أول مترتين ناخذ 1 إلى 4، ثاني مترتين إذا موجودة 1 إلى 3، ثالث مترتين من 1 إلى 2، والمتبقي كله قد بقى عند ارتفاع 1 إلى 1.75 حسب المواصفة العراقية. هذا راح ندرجه للكيرف نحافظ عليه إنشائية ونحافظ من انقلاب المركبات.
الاليمنت الاخر او الاليمنت الاخير راح ناخذه اللي هو الجارديا، اسيجه الحمايه. اسيجه الحمايه هاي نخليها لاغراض السيفتي، واضح من تكون ما عندنا سلوبات مضطرين نسوي عاليه، او ما عندنا شولدر مضطرين نخليها اسيجه حمايه، حتى السيارات اللي يعني نسميها ايرند فيكل، السيارات الجامحه، نقدر يعني نحافظ على سلامه الناس بدون ما تسبب اضرار كلش عاليه. نستخدمها ايضا مو بس بحافات الطريق، بالجزرات الوسطيه، بالميديا، وعاده على العموم يكون السلوب اكثر من مثل ما ذكرنا قبل شويه 4 إلى 1 او اكثر، لا مضطرين نستخدم اسيجه الحمايه. ايضا مكانات اخرى نستخدمها من نريد نطوق الاشجار، من عندنا كلفرت، بوكس كلفرت، من عندنا اعمده اناره، من عندنا بوستات مع علامات مروريه، وهكذا دائما نحط اسيجه حمايه حتى نحميها، لان يعني نخاف من ضربة السائق بهاي الشيء عمدة، ممكن تكون أضرار كلش عالية على السائق. الأسيجة الحماية أيضا تستخدم مثل ما قلنا بالجزرات الوسطية. شو وقت تستخدمها؟ من يكون الجزر الوسطية أقل من 20 فوت، وبعد وماكو أي علامات، ماكو أي عوارض لا سمح الله الايرند فيكل. مو من مصلحتنا دائما نخلي سياج الحماية دورات، من نضع سياج الحماية تكون مكان لل مثل ما أخذنا الأكسيدنت ريكفري، السائق يقدر يسوي مانوفر ويرجع، من أكو سياج ممكن الضرر يكون أكثر، بس من تكون أقل لا أضيق من 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 20 فوت لا القضية تكون ملزمة، لازم نخلي أسيد حماية. السبب أنه نخاف أن المركبات اللي طلعت من هذا السايد يروح عند السايد الأوبزيت، وممكن يسبب أن مشاكل كلش عالية وأضرار كلش عالية بالحوادث، يعني تكون السيفيريتي مالت كلش عالية. طبعا بالحقيقة أسيجة الحماية مختلفة، هذا اللي أنتم كلكم شايفين الكارد ريال الحديد يصير بيه فليكسبيليتي كلش عالية، ممكن يكون سنجل، ممكن يكون دبل، اكو تمبر، اكو كيبل، اكو فد نوع يعني كلش مهم بالفترة الأخيرة أثبت نجاحه بكلش عالي، اللي هو نسميه نيو جيرسي بارير أو الكونكريت ميديان بارير. اكو للميديان، واكو يعني ممكن يكون نصفه هيك في شيء من هذا القبيل، يستخدم للحافات بس هذا الجزء يستخدم بشكل عالي وأثبت نجاحه بشكل متفوق بالفترات الأخيرة. يعني التقارير السيفتي تؤكد لنا أنه هذا كلش ممتاز. قبل ما أختم المحاضرة أؤكد أنه هذا الجزء الثالث عندنا 2 homework. الهومورك واحد راح مجموعة أسئلة راح تكون عندنا موجودة على البلاتفورم على الكلاس روم، مجموعة أسئلة على الهوريزونتال والفيرتيكال ألايمنت كود نحلها. أيضا واجب لاخ نرسم مقطعين للكروس سكشن، هذا اللي اخذناه قبل شويه كروس سكشن اليمنت، نرسم منطقتين، منطقه حضريه ومنطقه خارجيه. اكيد واضح الفرق بيناتهم، المنطقه الحضريه يكون بها رصيف، منطقه الخارجيه يكون كروس سلوب. اريد رسميا بالاوتوكاد اظن يرفعن بالكلاس روم بمكانين المخصص، وشكرا جزيلا لكم.